إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك يا جماعة. النهاردة بعد الشغل إن شاء الله هنروح نزور زميلنا الأستاذ حسين اللي طلع من المستشفى امبارح ده، عمل عملية ازاي ده، فاللي عايز يجي معايا يقول لي عشان نروح كلنا مع بعض. طبعا كلنا هنروح يا أستاذ شعبان، ده أستاذ حسين ده طيب ومحترم ودايما صاحب واجب مع الكل بصراحة. لازم نروح نزوره ونطمن عليه إن شاء الله. وكمان أنا كنت عايز أعرف منه شوية معلومات من اللي قالها له الدكتور، لأن ماما جنبها اليمين برضو بيوجعها، والدكتور قال لها إن عندها الزايدة وملتهبة شوية وبتاخد علاج ويمكن تعمل العملية برضو. سلام سلام، ألف سلامة لمامتك. إن شاء الله نروح كلنا مع بعض للأستاذ حسين، ربنا يشفي الجميع يا رب. المصران الأعور، الالتهاب الحاد في الزائدة الدودية، كانوا بيسموه زمان المصران الأعور علشان الزائدة دي موجودة في جانب واحد فقط في القولون، الجنب اليمين. التهاب الزائدة الدودية بيحصل غالبا في الناس اللي بتتراوح أعمارهم من 10 ل 30 سنة، وبيعتبر من الحالات الطبية الطارئة اللي بتحتاج لتدخل عاجل لاستئصالها جراحيا قبل ما ينتج عن الالتهاب ده مضاعفات خطيرة زي انفجار الزايدة أو انتشار الصديد داخل البطن. علشان كده مهم جدا نبقى عارفين ايه هي أعراض وعلامات التهاب الزايدة الدودية. بتبدأ عادة بألم في البطن حوالين منطقة السرة، وبعد كده بيتفاقم ويتركز أسفل يمين البطن، وبيخلي الشخص حتى مش قادر يتني رجلي اليمين لأعلى تجاه البطن. وممكن يكون الالتهاب ده مصحوب بسخونة أو غثيان أو قيء وفقدان للشهية. لما يجي الطبيب يفحص المريض، يفحص بطن المريض ويضغط على مكان الزايدة بإيده، بيشعر المصاب بألم. ولما يرفع الطبيب إيده بسرعة عن مكان الزايدة، هيشعر المصاب بازدياد الألم بشدة. ولما نعمل للشخص ده تحليل دم، ممكن نجد عنده ارتفاع في عدد خلايا الدم البيضاء بسبب هذا الالتهاب. لما بنتأكد من التشخيص، بيبقى العلاج الأمثل هو الاستئصال الفوري لهذه الزايدة في عملية جراحية لا تستغرق إلا دقائق، بيتماثل بعدها المريض للشفاء خلال أيام. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.